منطقة الحدث المتخمة لضحية بيروت الجنوبية ينضم إلينا مفادنا عماد الأطرش. عماد، نطلع معك على آخر المستجدات الميدانية والسياسية بعد كلمة محمد عفيف، وأيضا ما أشارت إليه بعض المصادر الإيرانية عن العثور على جثة عباس نيل فروشان أيضا الذي قتل إلى جانب حسن نصر الله في الغارة التي استهدفت الضحية. نعم، قبل قليل دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري أصدرت بيانا قالت فيه بأنه تم العثور على جثة العميد أو اللواء العميد عباس نيل فروشان الذي قتل مع السيد حسن نصر الله في يوم 27 من الشهر الماضي في ضاحية بيروت الجنوبية. وقال البيان بأنه سيتم تحديد مواعيد وإجراءات التشييع والدفن في وقت لاحق. أما بالنسبة طبعا للمسألة الأهم وهي المؤتمر الصحفي الذي عقده مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، وهو الظهور الشخص الثاني من مسؤولي حزب الله الذين يظهرون إلى الإعلام. طبعا الحاج محمد عفيف، يعني حزب الله كان أجرى أو نظم جولة إعلامية لعدد كبير من الصحفيين قبل نحو 10 أيام على مختلف أنحاء الضاحية. في هذا اليوم في المؤتمر الصحفي أشار محمد عفيف إلى جملة أمور، يعني استهل مؤتمره الصحفي بالحديث أن وجه انتقادات لاذعة إلى عدد من وسائل الإعلام اللبنانية بشأن أسلوب تغطيتها لمجريات الأحداث في لبنان، ثم أكد أن جهوزية المقاومة هي على درجة عالية، لا تزال تحتفظ بمخزونها الاستراتيجي وبأنها قادرة على مواجهة الجيش الإسرائيلي في الجنوب، بأن مخزونها الاستراتيجي لا يزال قائما، بالإضافة إلى أن يعني مسألة ضرورة أن تكون المجتمع اللبناني متضامنا إلى حد كبير مع ما يجري، وبضرورة عدم الاستثمار السياسي حاليا في مجريات الأمور والتطورات التي حصلت أقله في الأسابيع الثلاثة الماضية، وبأنه من المبكر جدا من سيقوم بهذا الاستثمار، يعني مراهنا على التغيرات السياسية والميدانية التي كانت قائمة. أكد بأن الحزب لا يزال يحتفظ بقدراته الصاروخية، وبأن ما شاهدته إسرائيل من صليات صاروخية وصلت إلى حيفا وتل أبيب ونهرية وصفد، مؤكدا طبعا استمرار المقاومة بأن حزب الله هو أمة، وبأن الأمة لا تنهزم، وبأن الانتصار بانتظارها. في المقابل كان هناك أيضا اجتماع لحكومة تصريف الأعمال اليوم. ميشيلا خرج بعد هذا الاجتماع رئيس الوزراء أو رئيس حكومة تصريف الأعمال السيد نجيب مقاتي، أكد على التزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بمختلف مندرجاته، وبضرورة تعزيز دور الجيش اللبناني في الجنوب على أن تلتزم أو على أن يلزم المجتمع الدولي والأمم المتحدة إسرائيل بتطبيق القرار بمختلف مندرجاته، وأكد على ضرورة أن تعمل الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار وضرورة تجنيب أو وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين. قال بأنه أكد أيضا نجيب ميقاتي على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية، تعلمين بأن لبنان يعاني من شغور منصب الرئاسة، بانتهاء هذا الشهر تكون قد مرت سنتان على الشغور الرئاسي. وأكد بأن دول عربية عديدة تساعد لبنان في مسألة النازحين وإيواء النازحين، بأن السعودية ستسير جسرا جويا، علما أنه اليوم مطار بيروت شهد وصول الطائرة التاسعة من المساعدات الإماراتية للبنان لمساعدة النازحين. وصل اليوم نحو 35 طنا من المساعدات الإغاثية والطبية إلى مطار بيروت من دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا عماد الأطرش مفادنا من بلدة أو منطقة الحدث المطلة على الضاحية الجنوبية. طبعا سنكون في متابعة معك لآخر المستجدات في سياق هذه التغطية. هذا وكان الجيش اللبناني قد أعلن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للجيش في بلدة كفرة في الجنوب اللبناني، ويعد هذا أول قصف إسرائيلي مباشر على مركز عسكري للجيش اللبناني منذ بداية الحرب، بينما أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هذا الاستهداف داعيا المجتمع الدولي لعدم السكوت تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. قال الجيش الإسرائيلي إنه سجل إطلاق حوالي 80 قذيفة من لبنان نحو إسرائيل، وذلك بعد ذوي صافرات الإنذار في مناطق عدة شمال إسرائيل وفي عكا.
وقال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض عددا من الصواريخ فيما سقط بعضها في مناطق مفتوحة. كما أعلن حزب الله قصف مدينة صفد برشقة صاروخية واستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين غرب ثكنة راوية في الجولان. قالت قوة حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان اليونيفيل إن جرافة إسرائيلية أسقطت حواجز في موقع للأمم المتحدة بالقرب من الخط الأزرق اللبوني. وأشارت اليونيفيل في بيان إلى تعرض قواتها في منطقة النقورة لانفجارات للمرة الثانية خلال الساعات 48 الماضية، مما أسفر عن إصابة 2 من المشاركين في القوة. وشددت اليونيفيل على أن أي اعتداء متعمد على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن. كما أكدت اليونيفيل على أن هذه الاستهدافات تضع القوات الدولية في جنوب لبنان في مخاطر جسيمة للغاية. من حصبية في جنوب لبنان مراسلتنا دارين الحلوي تنضم إلينا من هناك لتنقل إلينا الصورة وآخر المستجدات. دارين، بعد الاستهداف اللي طال اليونيفيل وعناصر من الجيش اللبناني كذلك إضافة إلى محاولات تسلل إسرائيلية، نستعرض كل هذه التفاصيل معك. نعم ميشيلا، اليوم كان هناك غزارة في إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله، ما ذكرته كان أو حديث الإسرائيلي عن 80 مقذوفة أطلقت كانت خلال 3 دقائق. هذا أمر لافت جدا، غزارة هذه الصواريخ إنما تسعى لتعطيل قدر الإمكان لنظام القبة الحديدية أو السماح بوصول أكبر عدد ممكن من الصواريخ إلى المناطق التي استهدفت. خلال هذا اليوم سمعنا أكثر من صلية كانت تطلق بشكل مستمر من القطاع الشرقي. طبعا القطاع الشرقي شهد اليوم عمليات كثيرة لحزب الله بدءا من الجولان ثكنة راوية، كان هناك استهداف لتجمع للجنود. كاتسافيا أيضا في الجولان تعرضت لإطلاق صواريخ من جانب حزب الله. إذا ما توجهنا غربا فسنكون أمام إصبع الجليل، طبعا مسكف عام، كفرج العادي، المطلي وغيرها اليوم تم استهدافها بعدة مرات بصليات من الصواريخ. وصولا إلى القطاع الأوسط حيث كان هناك استهداف للمنطقة الواقعة تل شعرب وهي مواجهة لبلدة رميش في القطاع الأوسط، تم استهدافها أيضا. بالتوجه إلى بليدة قال حزب الله في أحد بياناته إنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين عند أطراف بلدة بليدة، وهذا يؤكد بأن الجيش الإسرائيلي ما زال موجودا داخل بلدة بليدة. وإنما إذا ما استندنا إلى بيان حزب الله فإن الجيش الإسرائيلي موجود عند الأطراف ولم يتمكن من السيطرة على بلدة بليدة بشكل كامل، بالرغم من أنه بالأمس كان هناك جولة للجيش الإسرائيلي مع عدد من الصحفيين الإسرائيليين داخل البلدة حيث جالوا داخل المنازل. وطبعا كان هناك تعمد لتدمير المنازل والمباني وأيضا جرف الطرقات عبر الآليات التي كانت رافقت الجيش الإسرائيلي. بالتوجه نحو مزيد من الغرب نصل إلى القطاع الغربي. ميشيلا، كان هناك استمرار للعمليات في القطاع الغربي، لكن رغم ذلك حزب الله استهدف شلومي، استهدف رأس النقورة، تجمعات لجنود إسرائيليين في شلومي ورأس النقورة. بالأمس كان هناك دخول من قبل الجيش الإسرائيلي من رأس النقورة إلى النقورة قبل أن يتم استهداف الدبابة الإسرائيلية، وأن يقوم حزب الله بتعطيل كل محاولات إجلاء المصابين من هذه الدبابة على مر الساعات التي تلت استهداف الدبابة. وفي القطاع الغربي كان هناك استهداف لنقطة تابعة لليونيفيل، وأشار البيان إلى إصابة 2 من حملة الجنسية السريلانكية العاملين في قوات الطوارئ الدولية الموجودة في جنوب لبنان. هو الحادث الثاني في غضون 24 ساعة. طبعا قوات اليونيفيل أصدرت بيان تستنكر ما جرى وتدعو إلى تطبيق القرار 1701 وتؤكد بأن وجودها هو لحفظ السلام، ولكن هناك من يخشى بأنه إذا ما وضعنا استهداف اليونيفيل على مدى يومين، اليوم استهداف الجيش اللبناني في حادثة هي الأولى من نوعها، الغارة استهدفت مركزا للجيش اللبناني في كفرة وأدت إلى قتل عسكريين وجرح 3 آخرين، يمكن أن يعني تعزز المخاوف من أن إسرائيل ربما تعمد إلى دفع المؤسسات العسكرية الرسمية اليونيفيل، الأجهزة الأمنية الرسمية إلى الخروج إلى
خارج الليطاني عبر هذا النوع من العمليات لتحويل مناطق جنوب لبنان جنوب الليطاني إلى منطقة محروقة تفرض فيها شروطها في أي لحظة، توضع يعني شروط التفاوض على الطاولة للبحث في شكل التسوية السياسية أو الاتفاق السياسي الذي يلي انتهاء الحرب، مع تهجير كل سكان هذه القرى بالإضافة طبعا إلى الاستهداف المتعمد الذي يبدو للجيش اللبناني ولقوات اليونيفيل. شكرا دارين الحلوي، مراسلتنا من بلدة حصبية في جنوب لبنان.